بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الجمعة 18/9، تم تحميل 15 طن للمدريات، مع كل مدرية 3 طن، الإسكندرية 3 طن، المنوفية 3 طن، البحيرة 3 طن، الغربية 3 طن، الدقهلية 3 طن، مع كل مدرية مفتش عام لتوصيلها إلى وكيل الوزارة بالمديرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.